السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معكم هاني جديد موت الألعاب. لو انت يا شباب هنعرف ازاي لو انت ما عندكش الا ماسنجر ومثلا بتحمل فيسبوك ومش عارف يعني تتكلم مع اصحابك او كده، بس انت ايه عندك الماسنجر، فازاي تجيب الفيسبوك من عن طريق الماسنجر؟ كل اللي عليك انت تدخل على الماسنجر وتدخل على اي واحد منه، مثلا ادخل على ده، بعد ما تدخل عليه هتقوم رايح على علامة التعجب دي، بعد ما تروح عليها هتروح على علامة كلمة على كلمة الملف الشخصي دي، بعد ما تروح عليها تقول عرض، هتقوم كاتب، هتقوم رايح على عرض الملف الشخصي على الفيسبوك، بعد ما تقوم داس عليها هتظهر لك بالشكل اللي قدامنا ده. ثانية واحدة، ظهرت لك بالشكل اللي قدامنا ده. انت كده رحت على فيسبوك الاصدقاء وكل حاجه وكل المنشورات اللي عملها وبس. طيب في طريقه تانية بقى عشان تجيب الفيسبوك بسهوله، دي اسهل من دي، وعشان كمان تنشر حاجات مش تكلم اصحابك بس. كل اللي عليك يا صاحبي ان انت هتقوم رايح على حاجه اسمها المتصفح، لو ما عندكش حاجه اسمها المتصفح هتروح على جوجل كروم. انا هروح على جوجل كروم لان معظم الناس مبيبقاش في عندها متصفح، لكن معظم الناس كلهم عندهم جوجل كروم. انا هروح على جوجل كروم، بعد ما اروح على جوجل كروم اقوم كاتب، هيظهر لنا بالشكل ده الاول. خلاص بس من ده، امسح ده بس. كنت افتح اليوتيوب من عليا من شويه. ايوه هتظهر لكم بالشكل ده بالظبط. اول ما تظهر لكم بالشكل ده بالظبط، في كل اللي عليكم هتلاقوا تحتيها كلمه اهي مكتوب فيها فيسبوك، هتدوس عليها هيوجهك لصفحه فيسبوك وتنشئ فيسبوك، ايميل فيسبوك لو انت عندك ايميل فيسبوك تدخله كده. يعني كده دخلت على فيسبوك، ما جالكش هنا بنت، كل اللي عليك اللي انت هتقوم كاتب في كلمه البحث العنوان اللي هو او ادخاله دي، هتكتب في البحث وخلاص. اول ما هتكتب في البحث هتكتب كلمة، هتكتب ايه، هتقلبها انجليزي وتكتب اف اي اس اف اي سي اي بي او او كي، بعد كده هتبحث عنها. بعد ما تبحث عنها ظهر لك اول واحده دي، هتقوم دايس عليها وجهك لصفحه الفيسبوك على طول. مش صفحه الفيسبوك، لازم تدخل الايميل طبعا او تشترك في الفيسبوك وحاجات من دي كده. ويلا اشوفكم مع فيديو جديد، بس قبل ما اشوفكم مع فيديو جديد عايز منكم خدمه صغيره، خدمه اللي انتوا تعملوا 6 لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. مش انت اللي تعمل 6 لايك، كلكم. عايز الفيديو ده يوصل منكم 6 لايك، وكل واحد طبعا اخر يعمل لايك، فاتمنى كل واحد يعمل لايك ويا ريت يوصل ل6 لايك، وتشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا اشوفكم مع فيديو جديد من هواة الالعاب. يلا السلام.